أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبصحبة كتاب الله وبالترشيد في الكلام وفي الخلطة وفي النظر وفيما لا ينفع، فإن حياتنا محسوب علينا ما نعمل فيها، فإذا كانت أعمالنا في الأمور التي لا تنفعنا تكون حسرة علينا يوم القيامة، فإذا كانت أعمالنا الذي نعملها في الدنيا لا تنفعنا تكون حسرة علينا يوم القيامة، فلنحاول أن نحسن أخلاقنا وأعمالنا وأقوالنا ونرفق ونبحث عن الطيبين ليساعدونا. قال تعالى: كونوا مع الصادقين، فنبحث عن الصادقين لنتعاون. وقال جل وعلا: سنشد عضدك بأخيك، فينبغي أن نتعاون ونتحابب ونتكافل ونتزاور ونتغاضى عن بعض، وأن يكون من ثقافتنا حل مشاكلنا بالصلح، والصلح خير، وكل قضية تقع على وجه الأرض محلولة في كتابنا، والدليل على ذلك مخاطبة ربنا لنبيه في سورة النحل بقوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ثم دلل على ذلك بالآية التي بعدها كأن فيه سؤال: ما الدليل على أن القرآن تبيان لكل شيء؟ قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فحري بنا أن نعلم أن كل قضية تقع على وجه الأرض محلولة في كتابنا: أسباب النصر، أسباب الهزيمة، الطريقة التي نقاوم بها أعداءنا، الطريقة التي تعزنا، علمنا حتى كيف نمشي في الطريق. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. كل شيء نحتاجه موجود في كتابنا، فحري بنا أن نصحبه وأن نتدبره وأن نتأمله وأن نعطيه الوقت، فإننا إن فعلنا ذلك أصلح لنا ربنا دنيانا وأخرانا، وأعزنا في الدنيا ورحمنا في الأخرى.